بيقول ايه بقى؟ بيتكلم طبعا عن فصل الخريف، وانه يوم الخميس النهارده هو اخر ايام فصل الخريف، ويوم الجمعه ان شاء الله هو بدايه فصل الشتاء لمده حوالي 89 يوم 90 يوم. وكنا يمكن ذكرنا لحضراتكم قبل كده خبر انه في توقعات بانه الشتاء ده يكون اشد من الشتاءات الماضيه، انجاز التعبير يعني، مش عارفين لسه. طبعا في نظريتين، ان التغير المناخي يؤدي الى شتاء اكثر بروده واقصر، وفي نظريه بتقول انه الشتاء هيكون حر نسبيا يعني. وبيقولوا دلائل على ده انه طبعا احنا في شهر ديسمبر اهو، والجو مش بارد زي ما كنا متعودين زي كل السنوات الماضيه. وبيقول كمان الخبر انه الشتاء ده هيكون فيه تغير واضح في نمط الحالات الجويه، وربما نشوف تطرف فيها. وده بقى ناخد الحته دي ونروح نسال بقى الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزاره الزراعه، لانه احتمال يكون فيه تاثير كمان على المحاصيل الزراعيه وعلى محاصيل الفاكهه ومواعيد الري والتشتيه. اهلا بيك يا دكتور، منورنا. استاذ حسام، بنور حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني قدامنا خبر بيقول ان احنا هنشوف نمط من الحالات الجويه مختلف، وهيكون شويه متطرف. واحنا فاهمين طبعا مع الحديث بقى سنوات عن التغير المناخي انه ده بيحصل، وحتى المصريين بقى عندهم خبره في الموضوع ده شويه، بدانا نفهم اكتر. بس قول لنا ايه مدى التطرف اللي هنوصله في الحالات المناخيه كتوقعات يعني، او تنبؤات، وهل ده هيأثر بشكل سلبي ما على الاراضي الزراعيه ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني كل متابع ما يسمى بتغير المناخ، تغير المناخ في اي مكان على سطح الارض، مش في بلد او في منطقه، بيغير انماط المناخ السائد او المعروف عن المنطقه دي. فمناخ مصر اللي كان يعني شبه مستقر على مدار الاف السنين، لدرجه ان كان ليه تعريف يعني محفوظ منا كلنا، اللي هو حر جاف صيفا دافئ ممطر شتاء، هذا المناخ تغير، وتغير لانماط اخرى. هذه الانماط غير مستقره، يعني لما نقول هو شتاء مصر دافئ ولا بارد، كل سنه بيجي بمظهر مختلف. مره شتاء طويل بارد يتخلله موجات صقيع، وده حصل في 2019 و2021 و22، وفي اشتيه بتكون دافئه ودافئه جدا كمان، وده حصلت في 18 16 وحاجات زي كده. والسنه اللي فاتت كان الشتاء قصير، بس كان في ايام شديد البروده ومطر شديد، ولكنه في المجمل كان اقصر واكثر حراره عن السنوات الماضيه يعني. تمام يا فندم. ده ممكن يستمر؟ يا اتفضل معاك، انا يعني بنقارن بس. طبعا وكل مظهر من هذه المظاهر بيبقى ليه يعني تاثيرات على الزراعه وعلى الحاجات الموجوده. طبعا ايوه. ايه المتوقع السنه دي؟ المتوقع السنه دي على حسب النماذج الموجوده، وعلى حسب ما الظاهره اسمها ظاهره النينو، وارتفاع درجه حراره سطح البحر المتوسط، ودي نقطه مهمه جدا في تشكل مناخ منطقه الشرق الاوسط شمال افريقيا كلها، أن يكون هناك يعني شتاء مضطرب نوعا ما. هذا الاضطراب هو أصبح في السنوات الأخيرة جزء أصيل من مناخ مصر. يعني لو فاكرين عاصفة التنين في مارس 2020، لما جاء كمية أمطار ضخمة جدا لم تعهد يعني في مصر أن يكون في كمية، وكانت في مارس، كانت في 10 أو 11 مارس، يعني ما كانش في الشتاء كمان يعني، أو كان في نهاية الشتاء قصدي، يعني ما كانش حتى في وسط الشتاء في ديسمبر أو يناير أو حتى فبراير. فده النمط الموجود، هو المتوقع ان يكون شتاء دافئ شويه، متقلص يعني، مش زي 2000 زي 2019 او 21، وهيكون كميات امطار في الاول ما بين خفيفه المتوسطه. معظم الاضطراب او معظم الاجواء المتطرفه او المظاهر المتطرفه ممكن تكون في النصف الثاني من الشتاء، يعني انا بتكلم على نهايه فبراير او نصف فبراير لمارس، ده اللي متوقع ان يكون فيه ممكن بعض امطار زي ما حصل في عاصفه التنين، ممكن يحصل فيه برد، ممكن يحصل صقيع متاخر، وده كلها لها تاثيرات على الزراعه مهمه جدا. وده احنا بننزل توصياتنا من خلال منصات الانذار المبكر في وزاره الزراعه، وعلى كل المنصات اللي بتقدر نوصل للمزارع، لان ده نقطه مهمه جدا. اصبح الانذار المبكر
للظروف المتطرفه للمناخ اصبح اهم وسيله للتكيف مع تغير المناخ خلال الفتره الحاليه، وده مزارعين مصر الحمد لله كلهم بداوا يكون عندهم ثقه كبيره جدا في المعلومات والتفصيلات اللي بتصدر عن مركز معلومات تغير المناخ تبع لوزاره الزراعه. وبداوا فعليا يكون عندهم متابعه لانه هو بيقولوا كمان مش كل التاثيرات تاثيرات سلبيه، يعني في توقعات بانه الزراعات المتاخره من القمح دي نقطه حلوه والفاكهه صح كده اشرح لنا يعني مثلا على سبيل المثال القمح المتاخر طبعا الناس لسه بيزرعوا قمح، لسه في محصول زي البطاطس الفاصوليا بيتشال ويزرعوا، فالقمح معروف ان الميعاد المناسب بتاعه من 5 11 او 10 11 لغايه اخر 11. احنا ملاحظين دلوقتي انا داخل على يعني الثلث الاخير من ديسمبر وما زال الناس بيزرعوا قمح وهيزرعوا قمح. لو كان الشتاء بارد مبكر زي كل سنه القمح هياخد وقت شويه في الانبات وان يعمل نمو خضري، ولكن الجو نقدر نقول انه شبه دافئ ودافئ بالنهار قوي، ده هيساعد على ان يكون في انبات سريع ونمو خضري اولي سريع، فده اصبح جو مع انه غير طبيعي ولكنه ايجابي جدا للزراعات المتاخره، وده هيؤدي الى ان برضه يبقى عندنا مساحه قمح محترمه في ظل انه محصول استراتيجي مهم جدا للدوله المصريه ومهم للمزارع، والدوله بدات تبقى في حوافز كويسه وجيده للمزارع القمح، ما كانش حد بيهتم بالقمح زمان ولا كان حد بيبص له سواء من الدوله يعني دي هتبقى ظروف ايجابيه لزراعه القمح كويس قوي المتاخره وظروف ايجابيه للفاكهه الاستوائيه المانجا المانجا والموز وكمان بعض المحاصيل الثانيه زي بابا مناخ استوائي شوي لانه المناخ الاستوائي معروف انه ولا بارد قوي يعني متهيألي هيبقى في ازدياد في كميه المطر صح؟ يعني ده مفيد للزراعه بشكل عام ومفيد لينا في التوقيتات دي ولا بس هو المهم زي ما قلت لحضرتك ان يكون يعني برنامج حضرتك وان كان حضرتك بتقدم خدمه مجتمعيه مهمه جدا لمزارعين مصر، يعني كان حضرتك منصه ارشاديه، انا بشكر حضرتك جدا طبعا على اختيار هذا الموضوع ان احنا نركز عليه ونقول توصياتنا للناس مزارعين مصر وفلاحين مصر، حضرتك عارف انهم من اكثر الفئات وطنيه والناس بيشتغلوا في ظروف طبعًا صعبه واجبنا برضه نديهم المعلومات ونحذرهم. انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ حسام وبشكر برنامج حضرتك طبعا على اساس ان احنا نتكلم مع اهلنا المزارعين يعني. ماشي، شكرا جزيلا، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز المعلومات تغير المناخ بوزاره الزراعه.